مساء الخير، مستمرين لسه في حلقتنا عن أسرار الذكر. الذكر درجات وأنواع، وربنا وصانا فيه بالكثرة، بنذكر باللسان كتير لحد ما القلب يحس ويستشعر المعاني ويتوصل. اللي ساعدنا على الإحساس بالذكر إننا نفهم معانيه والقصد منه، وده اللي بنعمله الملف ده، بنتكلم عن معاني الأذكار والحكمة منها. ولو تحول الذكر لمنهج حياة فلازم هيتنفذ وعد ربنا بالطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر النهاردة هو: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من الأذكار اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بتكرارها في الصباح وفي المساء، تحمي وتحصن من أي ضرر. والسؤال هو: لو واظبنا على الذكر مش هيمسنا فعلا أي ضرر؟ هو أيوة فعلا مش هيمسنا ضرر، لكن ده مش هيمنع الابتلاء. وفي فرق كبير وجوهري بين الابتلاء والضرر. الابتلاء بيكون قدر الإنسان اتحط فيه متحوط بلطف الله وفي باطنه خير مهما كان الظاهر فيه وجع، هو من سنن الحياة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لكن الضرر هو إنك تتعرض لأذى ما تستشعرش فيه لطف ربنا، وده نتيجة عدم اتباعك لمنهج وقوانين ربنا، فبتظلم نفسك وبتضرها. ومن ضمن قوانين ربنا انك تحصن نفسك بالذكر، فتحمي نفسك من الضرر اللي فوق قدراتك، فتتحول أذية الآخرين ليك لابتلاء متحاوط بألطاف الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالابتلاء بتكون مطمئن فيه، ومهما زاد فهو في حدود قدراتك. لكن الضرر انت متساب مع نفسك بأوجاعك اللي فوق طاقتك، ودي من معاني: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هنا الحسنة شمل أي نقص حصل لك لكنه تحت مركزية الله، والسيئة هنا هي الضرر اللي متساب فيه لنفسك. لو نلاحظ أن ربنا استخدم لفظ ولنبلونكم بشيء من، ولفظ ونقص من، يعني الابتلاء مش أصله أن يكون خوف كبير ولا جوع شديد ولا أي نقص عظيم يفوق قدرات الإنسان. قدر ربنا في الابتلاءات انه بيدوقنا من كل نقص في حدود طاقة الانسان. بالنقص ده بنلجأ لربنا وبنتعرف عليه في صور كثيرة. لكن الخوف والجوع والفقد المبالغ فيه ده من افعال الانسان وفساده في الارض، فده اسمه اذية وضرر وفساد مش ابتلاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. وهنا في سؤال مهم: معناها ايه اية وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله؟ يعني إيه ضرر بإذن الله؟ مبدئيا هو أي ضرر بيحصل لنا من الآخرين هو مش بأمر من ربنا، لكنه بإذن ربنا. والفرق كبير. إيه الفرق؟ ربنا ما بيأمرش بالأذى، لكنه أذن إن منظومة الكون كلها يكون فيها خير وشر بصفة عامة، فيها ضرر وفيها نفع بصفة عامة. علشان كده ربنا من صفاته الضار النافع، ومتلازمين مع بعض، ما ينفعش تتقال الضار لوحدها. هو ضار ونافع، يعني بإذنه أوجد منظومة الضرر والنفع في الحياة، لكنها منظومة متحوطة بالحكمة البالغة والميزان الدقيق. إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن مقابل المنظومة دي ربنا أوجد آلاف الرسل علشان يعلمونا نبعد عن الشر والأذى والضرر وما نتبعهوش. وفي اللي هيعصي ويتبعهم، فربنا أوجد لنا قوانين تعلمنا إزاي لو اتأذينا نتعالج بمنهج الله، فنحس برحمة ربنا ولطفه في عز الوجع. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. وعلى رأس القوانين اللي بتوجد السكينة هي الأذكار. مقابل كل المنظومة دي اللي هي منظومة الخير والشر والضرر والنفع والتحصين والابتلاء، ربنا أوجد يوم قيامة وفي جزاء وحساب لكل حاجة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومقابل المنظومة دي كلها، منظومة الخير والشر، ربنا خلى الدنيا تبقى أصغر مرحلة. لو عايش فيها 100 سنة فهي ولا حاجة جنب الخلود، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ومقابل ده كمان ربنا أوجد حسابات تانية بتوجد الطمأنينة في عز الوجع، وبتوجد العزة في عز الذل، والأمان في عز الخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلو طبقت إيمان حقيقي وبتتحرك إنك ما تبقاش ظالم، فمهما كان الظاهر خوف ورعب هيكون القلب مطمئن بالله، والضرر متحاوط بالسكينة والأمان والقوة والصمود. هتتحصن باسم الله
وبصفاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هنتكلم عن أسرار الذكر بالتفصيل النهاردة بإذن الله مع ضيفنا الشيخ محمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.